الطلبة الأعزاء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة ثانية في تكملة المحاضرة الثالثة الجزء الثاني. هذه المحاضرة عن البوريفيرا. جسم الإسفنج كما تحدثنا في الجزء الأول من المحاضرة يتكون من مسامات، قنوات، ردهات. هذه القنوات والمسامات تكون مرتبة بشكل نظام يسمى بالكنال سيستم. تنقسم المساميات من حيث تركيب أجسامها إلى ثلاثة طرز. يعني most sponges have one of three types of canal system. أما أن يكون هذا الطرز ascanoid اللي هو الطراز السايكوني، أو السايكونود أو الليوكونويد. أسكونويد هو الطراز الأسكوني، سايكونويد هو الطراز السايكوني، والليوكونويد هو الطراز الليوكوني. يعني الإسفنجيات يمكن أن تكون بأحد الطرز الثلاثة الآتية: أما أسكونويد، أما سايكونويد، أما الليوكونويد، اعتمادا على تعقيد النظام القنوي، اعتمادا على تعقيد الكنال سيستم. اذا كان بسيطا او اكثر تعقيدا او كومبلكس او معقد جدا. ولدراسة هذه الطرز الثلاثة لابد من ان نستعين بالرسومات لكي نفهم هذه الطرز. وقبل البدء بشرح هذه الطرز يجب علينا ان نعرف بعض الثوابت. إذا تلاحظون حضراتكم هذه الطرز الثلاثة كلها تمتلك ما يسمى بالسبونجيوسول. هذا هو الفراغ الأبيض الذي يخرج منه السهم الأزرق. هذا هو يسمى بالسبونجيوسول. أوكي، الفراغ الأبيض الذي يخرج منه السهم الأزرق والذي هو عبارة عن فجوة وسطية يسمى بالسبونجيوسويل، والذي يفتح من الأعلى بفتحة زفيرية تسمى بالأوسكولم. هاي النقطة الأولى التي يجب أن توضع بنظر الاعتبار عند دراسة الطرز. النقطة الثانية هو أن أي لون أحمر في الرسم هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن كونوسايت. اللون الأحمر هو الكونوسايت كما هو موضح بالرسم. أوكي، الميزوكيليا هو باللون الرصاصي إذا تلاحظون حضراتكم. أما البيناكوسايت يعني الخلايا التي تكون الطبقة الخارجية الطلائية أو البشرة بين قوسين فهي باللون الأصفر. سريان خروج الماء، حركة الماء تكون بالسهم الأزرق. أوكي، ومثل ما قلنا لكم اللون الأبيض اللي في الداخل والذي يخرج منه السهم الأزرق هو يسمى بالسبونجيوسويل، الفجوة الوسطية التي توجد في هذه الطرز. الطراز الأول يسمى مثل ما قلنا بالأسكونويدز أو بين قوسين فلاجيليتد سبونجيوسويل. أوكي، في هذا النظام، هذا النظام يعد أبسط أنواع المساميات تركيبا. أسكونويد سبونجز هاف ذا سمبلست أورجنايزيشن، يعد أبسط الأنواع. هاي نقطة كلش مهمة، وهو صغير في الحجم وتيوب شيبت، وشنو؟ وجسمه انبوبي او دورقي مثل ما تلاحظون حضراتكم بالرسم. شكل هذا الطراز شكلا دورقيا او تيوبيلر او انبوبي، وهو يعد ابسط انواع الطرز الثلاثة. The simplest organization، ابسط انواع التنظيم هو في هذا الطراز. ثاني في الرسم، ماذا نلاحظ في هذا الرسم؟ نلاحظ في هذا الرسم انه
الفجوة الوسطية اللي هو الاسبونجيوسال يكون مبطن بالكونوسايد بالخلايا المطوقة الصوتية ذات اللون الأحمر، وهذا ينفتح من الأعلى بفتحة زفيرية هي الأوسكولم، أوكي؟ يخرج منها الماء إلى الخارج. جدار الجسم يتكون من شنو؟ جدار الجسم يتكون من طبقة طلائية خارجية الأوتر إبيثيليال لوب باللون الأصفر اللي هي بيناكوسايت، وطبقة طلائية داخلية، وتقع بين هاتين الطبقتين هي شنو؟ هي الميزوكيلي. أوكي. طبعا سريان الماء يدخل عن طريق الفتحات الميكروسكوبيك ديرمال بورز الى اللارج كافيتي، الى السبونجيوسور، الى الفجوة الوسطية. اوكي، هذه الفجوة الوسطية كما بينا في المخطط الاول انها تكون مبطنة بالخلايا المطوقة الصوتية الكونوسايت، والكونوسايت تحتوي على فلاجيلة، وبواسطة حركة الفلاجيلة يمكن انه يسوي اكسبيل ووتر الى الداخل، ومن ثم تخرج عن طريق اللارج اسكيولم الى الخارج. اذا مخطط دوران الماء في ابسط انواع الطرز الاسفنج اللي هو طراز السايكوني يكون كالاتي: ديرمال بورز الفتحات الخارجية، انترنال اوستيا الثغور الأوستية، ومن ثم تدخل إلى الاسبونجيوسوير إلى الفجوة الوسطية، ومن ثم بواسطة حركة الأصوات أصوات الكونوسايت المبطنة للاسبونجيوسوير يخرج الووتر، يخرج الماء إلى الخارج عن طريق الأوسكيولوم. نأتي الآن إلى الطراز السايكوني. الطراز السايكوني أو ما يسمى بالفلاجيليتد كانالز هو الطراز الذي يكون يشبه إلى حد ما الطراز السابق. هذا الطراز يشبه إلى حد ما الطراز الأسكوني، وهو يعتقد بأنه اشتق من الطراز الأول. هذا أولا. لما نقول هو يشبه ولكنه أكبر، هذا يعني أن حتى تركيبه، يعني إحنا ممكن ذاك يشبه التيوبيلر، تيوبيلر بدي، هذا هم أيضا they have a tubular body، هذا ايضا له جسم انبوبي او دورقي، ويحتوي ايضا على single osculum، ويحتوي على فتحة واحدة osculum. ولكن ما هو الاختلاف اذا هو نفسه؟ الاختلاف هو ان body wall يكون اسمك او اكثر سمكا، thicker and more complex، واكثر تعقيدا من النوع السابق، ويحتوي على الكونوسايت التي تكون مبطنة للراديال كانال التي تفرغ محتوياتها إلى الاسبونجيوسوير. يعني ماذا حصل هنا؟ ماذا حصل في هذا الطراز؟ الذي حصل في هذا الطراز أن جدار الجسم في هذا الطراز يكون صحيح من نفس الطبقات ولكنه أسمك ويعني اسمك، وحدث هنالك اندفاع الى الخارج بشكل امتدادات اصبعية. اذا حضراتكم تلاحظوها بالرسم، هاي الامتدادات الاصبعية الحمراء اللون، الامتدادات الاصبعية الحمراء اللون التي يحوي كل منها قناة شعاعية راديال كانال، وتكون مبطنة بالخلايا المطوقة الصوتية. إذن هنا الاختلاف هو السمك أدى إلى حدوث انبعاجات إصبعية مبطنة بالكونوسايت، وبذلك فإن الاسبونجيوسوير في هذا الطراز غير مبطن بالكونوسايت، وإنما الراديال كانال هي التي تكون مبطنة بالكونوسايت. وهذا هو الاختلاف بين النوعين، ان جداره اسمك وبدأت الراديال كانال بالظهور، وهي عبارة عن انبعاجات في جدار الجسم بشكل انبعاجات اصبعية الشكل. هنا السبونجيوسوير في هذا الطراز
يكون غير مبطن كما أسلفنا بالكوأنوسايت، ولكن بماذا يكون مبطن؟ يكون مبطن بالإبيثيليال تايب سيل rather than flagellated cell as ascanoid. يعني هنا واحد من الاختلافات المهمة جدا أن يعني سبونجوسايل يكون مبطن بالخلايا تسمى بالإبيثيليال تايب سيل، على عكس الطراز السابق الذي يكون مبطن بالفلاجيليتد سيل. هنا الفلاجيليتد سيل او الكونوسايت وين موجوده؟ موجوده ضمن الراديال كانال. هناك في الطراز السابق راديال كانال ماكو اصلا، لا توجد راديال كانال. الووتر يدخل عن طريق الميني ديرمال اوستيه، يدخل عن طريق الاوستيه الى الانكرنت كانال، بعدين تقوم بفلترة الماء عن طريق opening تسمى بالبروسبوير into the radial canal. يعني هنا سريان الماء يكون osteo dermal space dermal pore incurrent canal prospoil اللي هي الأبواب الأمامية، radial canal القنوات الشعاعية، apopile القنوات الخلفية، ومن ثم excurrent canal الى السبونجيوسايل الى الاوسكولم، وهكذا. هنا اذا تلاحظون المخطط سريان الماء بات اكثر تعقيدا، صار اكثر تعقيدا بسبب السمك الذي حصل في جدار جسم هذا الطراز من الاسفنج، وبسبب تكون هذه الانبعاجات الاصبعية التي تسمى بالراديال كانال والتي تكون مبطنة بالكوأنوسايت. الطراز الثالث اللي هو ليكونويد او فلاجيليتد تشامبرز. هذا الليكونويد الاورجنايزيشن مالته هو اكثرها تعقيدا، هو اعقد تركيبا من الطرازين السابقين. ماذا يحدث هنا؟ يحدث ان جدران القنوات الشعاعية الراديال كانال يعني تندفع كثيرا الى الخارج وفي مواضع متعددة، فتتكون بذلك شنو؟ ردهات تسمى بالتشامبرز. يعني الراديال كانال هنا نتيجة الانبعاجات، تلاحظون حضراتكم الراديال كانال اللي كانت موجودة في النوع السابق تتعرض الى ما يسمى بالاوت فولدينج. الكونوسايت لاير يصير ثيكنينج بالبادي وول، يعني بسبب السمك والانبعاجات التي تحدث. فماذا يحدث هنا؟ يحدث ان هنالك ردهات تبدا بالتكون، ردهات تشامبرز بدلا من الراديال كانال. مره ثانيه هنا اذا تلاحظون بالشرح هنا the conocyte layer of the radial canal of the cyconoid stage evaginates، يعني تبدا بالانبعاج into small chambers الى ردهات صغيره. هذه هي تبدا تكرر نفسها وهكذا. فاحنا وين نلقى الكونوسايت؟ نلقى نستطيع ان نجد الكونوسايت في هذه التشامبرز فقط. هنا واضحه هذا الكلام، هذه النقطه كلش مهمه. الكونوسايت ار ليميتد تو ذيس تشامبرز، فقط موجوده في هذه الردهات. يتخلل الجزء الداخلي من الاسفنج، من هذا النوع من الاسفنج، العديد من القنوات اللي هي الانكرنت اند اكس كرنت كانال، والتي تنضم مع بعضها جوينت توجذر تو فورم لارج اكس كرنت كانال، والتي تكون ما يسمى بالاكس كرنت كانال، والتي تكون اكبر، والتي تحتوي على، والتي يعني تكون مساحه اكبر لكي تقود الى الاوسكولي. هنا اذا تلاحظون بالرسم هنا بدا السبونجيوسايل يكون غير موجود، تقريبا مو غير موجود وانما يكون ريديوست، حجمه يكون اقل. طبعا مره ثانيه السيرفيس اذا تجون تلاحظون السيرفيس هو يكون كفرد، مغطى بظهاره البشره، ويخترقها طبعا العديد من المسامات الاوستيا والاوسكولم. النقطة الجديدة بالاهتمام هنا مثل ما تلاحظون حضراتكم هنا حيبدأ السبونجيوسور يختزل، حجمه يكون يختزل. وهسه نعرف لويش، لماذا يختزل حجم السبونجيوسور؟ وهو سؤال جدا مهم، لماذا يختزل السبونجيوسور هنا؟
في المسامات الجلدية، المسامات الجلدية إلى قنوات متداخلة تتفرع بشكل غير منتظم، مثل ما تلاحظون بالرسم من خلال الميزنكايمة. طبعا الانكرنت هنا، الانكرنت كانال تؤدي إلى الغرف الصغيرة، الرادهات الصغيرة، والتي عن طريق الفتحات، وما يزال يطلق عليها هنا البروسوبايل. زين، هذه الغرف اللي بعدين تفتح عبر فتحات تسمى بالابوبايل في قنوات الاكس كارنت كانال، وتتحد هذه لتشكل انابيب اكبر واكبر، ويؤدي هذا الى يؤدي اكبرها الى الاوسكولا، يؤدي اكبر هذه القنوات مثل ما تلاحظون هنا بالرسم الى الاوسكولا. طبعا معظم انواع السبونج الليكونات تايب هي توجد في مجموعة الكالكارية وفي بعض الكلاسيس الاخرى. هنا اود ان ارجع الى السؤال اللي طرحته بالسلايد قبل السابق، ولماذا هنا الفجوة الوسطية اللي هي سبونجيوسول تضمحل في اغلب الاحيان؟ يعني اذا تلاحظون حضراتكم الفرق بين سبونجيوسول، بين اليوكونويد والسايكونويد والاسكونويد، هتلاحظون انه الاسبونجيوسول هذا الفراغ الوسطي الذي يخرج منه السهم الازرق يبدا بالاضمحلال شيئا فشيئا. والسبب لماذا؟ السبب لانه الجدران القنوات الشعاعية تنبعج إلى الخارج في مواضع متعددة، فتكون بذلك ردهات ومخادع كروية أو بيضوية مبطنة بخلايا قمعية. طبعا هذا نتيجة شنو؟ نتيجة حصول تعقيد وتثخن في جدار الإسفنج. واضح؟ إذن التثخن في جدار الإسفنج وكثرة الانبعاجات التي تحدث في القنوات الشعاعية إلى الخارج في مواضع متعددة وتكون الردهات هو الذي يؤدي إلى زيادة يعني إلى حدوث اضمحلال عفوا إلى حدوث اضمحلال أو ريدكشن في الاسبونجيوسول. يعني هنا في اليوكونويد ستايل يكون الاسبونجيوسول ريديوس، والسبب هو انه صار تثخن، والتثخن ادى الى انبعاجات، وهذه الانبعاجات تكررت وتكررت الى ان بدأت تملأ الاسبونجيوسول، وهذا هو اعقد الطرز من طرز الاسفنج اذا ما قورنت بالنوعين الاخرين. ايضا عملية سريان الماء في داخل جسم هذا النوع من الاسفنج هو ايضا عملية معقدة وطويلة لا تشبه النوعين السابقين، ابسطها كان النوع الاول واكثر تعقيدا منها كان النوع الثاني. الاكثر تعقيدا هو هذا النوع، حيث يدخل الماء عن طريق الديرمال اوستيا الى سب ديرمال سبيس عن طريق البروسوبايل، بعدين الفلاجيليتد تشامبرز. لاحظوا هنا أنا بدأ يظهر في شيء اسمه فلاجيليتد تشامبرز بدلا من الراديال كانال، ومن ثم يخرج الماء الى الابوبايل اكس كارنت كانال، ومن ثم الى اللارج كانال، ومن ثم الى الاوسكولم. اذا هنا حتى دخول وخروج الماء فيه شيء من التعقيد مقارنة بالنوعين السابقين. تغذية الاسفنج سبونج فيدينج، على ماذا يتغذى الاسفنج وكيف يتغذى الاسفنج؟ يتغذى الاسفنج بشكل اساسي primarily on particles suspended in the water، على الجسيمات العالقة في المياه، اوكي، والتي يتم ضخها pumped through their canal system. يعني هنا الكنال سيستم فائدته انه يقوم ب ضخ الماء الى قنوات، وعن طريق الخلايا اللي موجودة يتم الهضم. زين، هنا البارتيكلز اللي موجودة، البلانكتونيك اورجانيزم، الكائنات العالقة، البكتيريا،
يمكن انه تكون غذاء للاسفنجيات. اذا الاسفنجيات تتغذى على الهائمات النباتية والحيوانية الصغيرة او البكتيريا اللي موجودة في المياه. اوكي، البيناكوسايت هذه الخلايا المضلعة اللي موجودة على سطح السطح الطلائي للإسفنجيات لها القابلية على أن تسوي عملية فاغوسيتايزد للبارتيكل، تبلعم، تصير عملية بلعمة للجسيمات اللي موجودة على السطح، ويتم استهلاك هذه الجزيئات طبعا بشكل كبير في القنوات بواسطة الخلايا اللي يسموها الأركيوسايت اللي هي تتحرك بالقرب من بطانة القنوات التي تتحرك بالقرب من بطانة القنوات. الإسفنجيات بشكل عام أيضا تستطيع أن تمتص absorb العناصر الغذائية الذائبة dissolving nutrients from water من الماء عبر هذا النظام القنوي. طبعا هذه يعني يمكن ان تكون هذه بعض الجزيئات البروتينيه المولكيولز بروتين مولكيولز يمكن ان تؤخذ عبر الكونوسايت عبر الخلايا المطوقه الصوتيه بواسطه الخلايا البيناكوسايت، والهضم الدايجستشن يحدث بشكل كامل داخل الخلايا. اذا الهضم في الاسفنجيات هو هضم داخل خلوي لعدم وجود شنو؟ لعدم وجود قناة هضمية كما هو في الحيوانات الأكثر رقيًا. إذا الهضم هنا يشبه الهضم في الابتدائيات، كلا الهضم في الابتدائيات والاسفنجيات هو هضم داخل خلوي، هو intracellular. إذا الدايجستشن، وهي نقطة جدًا مهمة، الدايجستشن في البوريفيرا هو intracellular وهو يشبه الهضم في الابتدائيات. نأتي الآن إلى respiratory and excretory organs. respiratory and excretory organs، التنفس والإخراج في هذه الحيوانات البسيطة البدائية. طبعا البدائية لا أقصد أنها ابتدائية، يعني مثل البدائيات الابتدائيات أو الأوالي البروتوزوا، لا، أنا أقصد أنها هي تنتمي إلى البوريفيرا ولكنها بدائية سيمبل، ما زالت غير متطورة بالدرجة التي تحوي على أعضاء. إذن ليس هنالك أعضاء للريسبيريشن أند إكسكريشن، وإنما هاتين الوظيفتين يقوم بها هو آلية الديفيوجن في الخلايا المفردة. الكونتراكتايل فاكيول، الفجوات المتقلصة الموجودة ضمن خلايا الاركيوسايت والكونوسايت في الفريش ووتر سبونج في البوريفرا التي تعيش في المياه العذبة تخلص هذه الاسفنجيات من الماء الزائد. فلذلك يضاف إلى وظيفة الكونوسايت والأركيوسايت هي وظيفة أخرى، هي أنها تحتوي على كونتراكتايل فاكيول ويمكن أن تساعد في التخلص من المحتوى المائي الزائد في إسفنجيات المياه العذبة. التكاثر في البوريفيرا، طبعا التكاثر في البوريفيرا يقسم إلى قسمين، القسم الأول هو الأسكشوال ريبرودكشن، والقسم الثاني الأسكشوال ريبرودكشن أقصد به التكاثر اللا جنسي. أما التكاثر من النوع الآخر فهو التكاثر الجنسي. التكاثر اللا جنسي فيه عدة أنواع، النوع الأول هو الريدكشن بوديز، الجسيمات المختزلة. الكثير من الفريش ووتر اند مارين سبونج، يعني العديد من المياه العذبة، من اسفنجيات المياه العذبة والاسفنجيات البحرية، يمكن انه في ظروف بيئية خاصة
وغير ملائمة، خاصة في فصل الشتاء، تترك كرات صغيرة، تترك leaving small round balls. هذه الكرات الصغيرة المستديرة تسمى الجسيمات المختزلة، reduction bodies. طبعا هذه الجسيمات يتكون كل منها من كتلة داخلية قوامها الخلايا الأميبية. إذن هي عبارة عن أجسام consist of an internal mass، عبارة عن شنو؟ عبارة عن كتلة داخلية مكونة من مجموعة من الخلايا الأميبية. وهذه الخلايا الأميبية طبعا هذه الكتلة تكون مغطاة من الخارج بواسطة البيناكوسايت وبعض الشويكات. عندما تعود الظروف يعني مناسبة ينمو كل جسم من هذه الأجسام المختزلة إلى حيوان إسفنجي جديد كامل، إلى حيوان إسفنجي جديد كامل. هذا هو آلية التكاثر بواسطة الـ reduction bodies. التبرع في الإسفنجيات يحدث عندما تكون هناك مجموعة من الخلايا من نوع الأركيوسايتس، numerous أركيوسايتس يعني مجموعة من هذه الخلايا gather، تتجمع قرب السطح الخارجي وتسبب أو تؤدي إلى أو تجروث نمو زيادة في النمو في منطقة البيناكوديرم، في طبقة البيناكوديرم. هذا البد يمكن أن ينمو يعني كبروز ويكون small individual، يكون كائن صغير. هذا الكائن الصغير أما أن يبقى ملتصقا بالبيرنت أو أنه يمكن أن ينفصل بالقرب منه ويلتصق في على مثلا صخرة أو مكان معين، ويمكن أن ينمو إلى independent colony، إلى يعني مستعمرة مستقلة عن الأب. هذا هو البودينج، وهو نوع من أنواع التكاثر اللاجنسي في المساميات. الطريقة الثالثة من طرق التكاثر اللاجنسي في الإسفنجيات تكون عن طريق الجاميوز برودكشن، عملية تكوين البريعمات. طبعا هذه الطريقة هي من الطرق المهمة جدا والفريدة تقريبا في عالم الحيوان، حيث ان هنالك هذه الجاميولز، هذه البريعمات يمكن ان تتكون في اسفنجيات المياه العذبة واسفنجيات المياه المالحة، يعني الاسفنجيات البحرية، المساميات المياه العذبة وبعض الاسفنجيات البحرية. ماذا يحدث هنا؟ يحدث ان تتجمع الخلايا اللي يسموها الاركيوسايت في منطقة الميزوغيليا، أو هنا يسموها الميزوهايل، وتصبح هذه التجمع من الخلايا محاط بطبقة من الاسبونجين، محاط بطبقة من الاسبونجين التي تتخللها، التي هي incorporating أو التي تشتمل على أشواك سيليسيا سبيكيول، على شويكات أو أشواك. طبعا عندما يموت الحيوان يعني يموت الحيوان الاب او الام، او مثلا احنا ماذا نقول هنا البيرنت انيمال يموت، تبقى هذه الجيميوز مقاومه وتبقى كامنه، يعني جيميوز سرفايف تقاوم اند ريمين دورمنت، يعني تبقى كامنه. هذه الآلية من التكاثر هي فد شيء مهم جدا للحفاظ على الأنواع، يعني من أجل الحفاظ على النوع preserving the species خلال فترات التجمد أو الجفاف الشديد. في وقت لاحق بعد أن تكون أو تتوفر ظروف مناسبة، ماذا يحصل عندما تتوفر ظروف مناسبة؟
يهرب أو تخرج الخلايا الموجودة في الجاميوز من خلال فتحة خاصة تسمى بالمايكروبايل. هذه الخلايا تتطور فيما بعد إلى إسفنج جديد. هذه من الطرق المهمة جدا في الحفاظ على النمو، وهي طرق من الطرق المهمة جدا في التكاثر اللاجنسي في الحيوانات المسامية. التكاثر الجنسي في الإسفنجيات. الإسفنجيات عندما نتحدث عن التكاثر الجنسي في الإسفنجيات أو أي تكاثر جنسي في أي حيوان، يجب أن نفكر أن هنالك يجب أن يكون هنالك اتحاد بين خليتين، أحدهما السبرم النطفة والآخر الخلية الأخرى هي الإيج البيضة. طيب، هذه الحيوانات البدائية التي ليس لها أورغانز، كيف يمكن لها أن تقوم بإنتاج السبرم and egg؟ كيف يمكن لها أن تقوم بإنتاج النطف والبيوض؟ طبعا النطف والبيوض هنا لا تنتج من قبل أورغانز، لأنه بالحقيقة لا يوجد هنالك أعضاء لإنتاج الخلايا الجنسية، وإنما هنالك خلايا هي خلايا الأميبوسايت، هي التي تكون الإيج وهي التي تكون السبرم. زين، طبعا أولا الإيج هي التي تبدأ تنتج أولا ومن ثم السبرم، هاي النقطة الأولى. طيب، كيف يحدث إنتاج أو تكوين البيوض في الإسفنجيات؟ يحدث عندما تمتلئ الأركيوسايت بالغذاء وتصبح كبيرة بالحجم وتصبح دائرية وتكون الإيج. أما الأميبوسايت، نوع آخر من الأميبوسايت أو خلينا نقول مجموعة أخرى من الأميبوسايت، تنقسم عدة انقسامات وتؤدي إلى إنتاج السبرمز. السبرم هنا في الحيوانات الإسفنجية هي ذات هيد رأس بيضوي، ويحتوي على لونج تابرينج تيل، يحتوي على ذنب طويل مستدق. كل من الإسفنج يعني البيوض والإسبرم تنتج من حيوان معين، ويحدث عملية التلقيح لإنتاج الزيجوت. طبعا يعني الأوفا تنتج من حيوان والإسبرم تنتج من حيوان آخر، ويصير اتحاد يعني لتكوين الزيجوت. هذا باختصار هو التكاثر الجنسي في حيوانات الإسفنجيات. Regeneration، ظاهرة الريجينيريشن التجديد. طبعا الإسفنجيات لديها القدرة على إصلاح الإصابات repair injuries and restore lost parts، واستعادة الأجزاء المفقودة، وهذه العملية كما أسلفنا تسمى الريجينيريشن. إذن تعريف الريجينيريشن هو القدرة على إصلاح الإصابات واستعادة الأجزاء المفقودة في حيوانات الإسفنج وفي غيرها ربما من الحيوانات التي سنأتي عليها في الشعب الحيوانية اللاحقة. إذن قدرة الريجينيريشن هي ليست حكرا على هذا النوع من الحيوانات، ولكن هي واحدة من صفاته المهمة التي يستخدمها الحيوان للحفاظ على نوعه ولإصلاح الإصابات واستعادة الأجزاء المفقودة. ولكن هذه استعادة الأجزاء المفقودة هل يعني أنها بالضرورة أن الحيوان يستطيع إعادة تنظيم نفسه بالكامل؟ يعني إذا صارت أضرار كبيرة بحيث لم يبقى إلا جزء صغير يمكن، طبعا الجواب كلا، لا يعني التجديد إعادة تنظيم الحيوان بأكمله. Regeneration does not imply a reorganization of the entire animal، يعني لا يمكن لهذه الظاهرة أن تسمح للحيوان بأن يعيد بناء نفسه بالكامل، ولكن الجزء المصاب فقط، but only the wounded portion، فقط الجزء المصاب، فقط الجزء المتضرر هو الذي. طبعا هذه الخاصية، هذه الظاهرة، هذه الability في الريجينيريشن يمكن أنه تستخدم في
زراعة الإسفنج صناعيا، يعني مثلا هي عملية انهم بعض الاحيان يقومون بتقطيع الإسفنج ويضعوه في مكانات مناسبة في ظروف مناسبة بحيث يبني نفسه من جديد، وبالتالي يعني هذا يعني يساعد في عملية زراعة الإسفنج صناعيا، وهي من الأمور المهمة جدا من الناحية الاقتصادية. تقسم شعبة المسامير إلى ثلاثة أصناف رئيسية. الصنف الأول هو صنف الكالكارية. صنف الكالكارية هو من الأصناف التي تضم أفراد من الإسفنجيات بحرية المعيشة، كلها بحرية. أوكي، طبعا تحتوي هذه المجموعة على شويكات من كربونات الكالسيوم، كالسيوم كربونيت، والتي غالبا ما تكون أو تنتظم حول الأوسيكولوم. طبعا هو الأوسيكولوم هو مخرج المياه الرئيسي. الشويكات تكون على شكل النيدل، على مالتها على شكل يعني 3 أو 4 رايد، يعني على شكل يعني 3 أسهم أو 4 أسهم. طبعا يمكن أن توجد هذه الإسفنجيات بالثلاث أنواع من الطرز اللي هي السايكونويد، أسكونويد، والليكونويد. الصنف الثاني هو صنف الهكساكتينيليدا. هكسا باللغة اللاتينية يعني سداسي. طبعا هذه سميت بهذا الاسم. لماذا سميت بهذا الاسم؟ سميت بهذا الاسم لأنها لها شويكات ذات ستة أشعة، ذات يعني سداسية الأشعة. أوكي، وتتميز بأن لها زوايا قائمة من نقطة مركزية. طبعا هذه الأشواء غالبا ما تتحد لتشكل شبكة. غالبا ما يكون الجسم هنا سيلندريكال، يعني اسطوانيا، او فونال لايك، يعني او يكون شبيه بالقمع او قمعي، ويحتوي على فلاجيليتد تشامبر في السايكونويد او الليكونويد، يعني الطرز مالتها، وموطنها وبيئتها هي المياه العميقة في الغالب ديب ووتر، وكلها بدون استثناء بحرية. طبعا من امثلتها هي ما يسمى ب الايوبلكتيلا، اللي هو الاسم العام مالته حيوان الايوبلكتيلا هو فينوس فلور باسكت، اللي هو سلة ازهار فينوس. الصنف الثالث هو صنف الديموسبونجيا، وهو من الاصناف التي يمكن أن تعيش في المياه العذبة، وهي نقطة مهمة جدا. Only family on one family can be found in fresh water، يعني فقط عائلة من عائلات هذه الصنف، من عائلة هذا الصنف يمكن أن يوجد أو يتواجد في الفريش ووتر، في المياه العذبة. هاي النقطة الأولى المهمة. لها شويكات اللي هي لا تترتب بشكل يعني ليست من ذوات السكس ريد، are not six ريد or spongin or both، يعني ليست بستة أشعة أو سفنجين أو كليهما. طبعا أنظمة القنوات من نوع الليوكوينويد، ومثل ما قلنا عائلة واحدة تعيش منها في المياه العذبة والباقي كلها بحرية المعيشة. طبعا هذا التصنيف احنا نذكره هنا في المحاضرات النظرية، ونتكلم عنه بالتفصيل الممل وبالنماذج في الجزء العملي. الى هنا اعزائي الطلبة انتهي معكم بالمحاضرة الثالثة، ومع كل أمنياتي لكم بالموفقية والنجاح، وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.